أصدقائي الأعزاء، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكة وعيدكم مبارك سعيد، والله يدخل عليكم بالصحة والعافية وباش ما تمنيتو يا ربي إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا أصدقائي، هنا غادي نديرو كسكسو، نتمنى أنه يعجبكم وتجربوه وتقولوا لي في الكومنتير رأي ديالكم فيه. كيف ما كتشوفوا يعني الشرمولة ديال الدجاج كيف ما فايت لي درتها معاكم وعاودت، يعني ما بغيتش نزيد نعاود نديرها مرة أخرى. فكيف ما كتشوفوا هنايا انا درت واحد جوج بصلات مشلضين، كبيتهم هذيك حطيتهم في الكوكوط، درت عليهم الدجاجه ديالي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، وداك الشرموله اللي كانت عندي في يعني في داك السوبيره هي اللي كنت مبيته فيها الدجاجه، راه كنت درتها البارح في الليل بيته في الشرموله ديالها، ودابا كبيتها في الكوكوط وغادي نخليها تقلى مزيان ونرجع معكم اصدقائي اعزاء. هنا كيف ما كتشوفون بعد ما تقلات الشرموله ديالي مزيان وتقلات الدجاجه ديالي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، يعني غادي نضيف عليها يعني المرق كيف ما العاده، وغادي نخليها تزيد تقلى مزيان يعني في داك المرق حتى تتجمر مزيان، يعني حتى هذيك تشرب العطريه مزيان وداك الشيء، وعاد غادي نضيف عليها الخضار ديالها. اصدقائي الاعزاء كيف ما شفتوا معايا الدجاجه ديالي بعد ما طابت راني خرجتها من الكوكوط، يعني حيدتها من المرقه وخليت المرقه هكذاك، غادي نقص منها واحد شويه نديرو على ديك القرعه الحمراء اللي عندي في القميله بعد ما وجدتها باش نعسلها، والبقيه غادي نضيف عليها الخضار ديالها وغادي نديرها فوق النار. اصدقائي كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما ضفت الخضر ديالي فوق المرق اللي عندي المقلي اللي بقات ليا، غادي نضيف عليها شويه ديال الحمص كان عندي مفور، فطبيتو على المرقه ديالي وغادي نخليها يعني الخضر مع الحمص يطيب ليا مزيان، ونرجع معكم اصدقائي الاعزاء. بالرغم من ان الحمص طايب ولكن بغيتو يطلق ليا في المرقه، يعني ياخذ باش يغلي في المرقه مزيان وياخذ حتى المذاق ديال المرقه وديال الدجاج وهذاك الخضر يتنسم ليا مع بعضياته، كلشي يتنسم ليا مع بعضياته. اصدقائي من بعد ما درنا الخضر ديالنا فوق النار يعني رديناها طيب على خاطرها كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، يعني وخليناها يندمجوا العناصر كلهم مع بعضياتهم وتاخذ ليا المذاق ديال يعني ديال الخضر وداك الشيء، غادي ندوز نعسل هذيك القرعه ديالي كيف ما شفتوا. كما شفتوا في الاول انني درت عليها المرق، هنا غادي ندير عليها شويه ديال السكر وفي نفس الوقت حتى شويه ديال القرفه، وغادي نديرها على النار حتى هي باش تعسل كيف ما كتشوفوا هنا على هذا الشكل هذا. راني درت فيها السكر كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، كانوا عندي درت 3 معالق البوريج واحد اللي كنتو فيها وحطيتها على النار، من بعد ما ضفت عليها شويه ديال الكركديه وخليتها
كتغلي هكذا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا اصدقائي الاعزاء، باش ندمج ليا كل العناصر مع بعضياتها. هنايا اصدقائي كيف ما كتشوفوا تعسلات لي القرعه ديالي، يعني خليتها تقص ليها العافيه، خليتها طابت على خاطرها. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي كسكسو ديالي، عندي كسكسو عندي نص كيلو يعني 500 غرام من الكسكسو ديال ربح الكامل. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا في هذه البولصه هنايا كسكسو القمح الكامل، يعني عندي 500 ديال الغرام كيف ما كتشوفوا، يعني نص كيلو. غادي ندير كما كتشوفوا هنايا درت تقريبا معلقه صغيره ما كاملهش ديال الملحه. غادي نضيف شويه ديال الزيت النباتيه، غادي نخلط كل شيء، يعني غادي ندمج كاع هاد العناصر مع بعضياتها مع الكسكسو وداكشي، ونرجع معكم اصدقائي الاعزاء. هنايا اصدقائي الاعزاء كتشوفوا من بعد ما خلطت يعني الكسكسو ديالي بالزيت والملح مزيان حتى ندمجوا العناصر مع بعضياتهم مزيان، غادي نفزقوا بالماء، نفزقوا مزيان، وغادي نخليه على الاقل واحد ربع ساعه يعني حتى يتشرب ليا الماء كامل. وكيزيد كيتضاعف الحجم ديالو كيف ما كتعرفوا ان الكسكسو يعني واخا كتبان يعني كما كتشوفوا هنا كيبان يعني شي حاجه قليله يعني ما مقنعاش، ولكن في نفس الوقت ملي هذاك كيتفزق وكيتفور كيبدا كيتفور يعني كيتضاعف الحجم ديالو كيولي كتير. فكيف ما كتعرفوا الكسكسو دائما معروف عندنا في المناسبات وفي الاعياد، فكيف ما كتشوفوا اليوم العيد وفقلت ندير كسكسو علاش لا، يعني هكذاك نديرو نفرح على راجلي وولدي حتى هما، يعني نديرو هكذا نفرحو به ناكلو مع بعضياتنا ونفرحو. فكيف ما كتشوفوا اصدقائي الاعزاء هنا انا كنستمر يعني بالتبليل ديال الكسكسو ديالي، كنفزقو مزيان يعني باش يتشرب ليا الماء اللي كنكب فيه، وغادي نرجع معكم اصدقائي الاعزاء. هنايا اصدقائي الاعزاء من بعد ما خليت الكسكسو ديالي تفزق مزيان وتشرب ليا الماء اللي كبيت فيه، فكيف ما كتشوفوا هنا اصدقائي راني درتو في الكسكاس وحطيتو على النار يطيب. يعني فكيف ما كتعرفوا ان الكسكسو يعني كيحتاج طياب بزاف، يعني ماشي بزاف ولكن يعني كيحتاج طياب. فكيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما تفور يعني التفوره الاولى راني حيدتو فوق العافيه، وهنا كنحاول انني نفركو يعني ما يبقاش هكاك لانه سخون ما نقدرش نقيسو بيديا دابا، كنحاول انني نفركو بعد هاد السباتولا هادي اللي عندي. غادي نفركو مزيان ونرجع معكم اصدقائي الاعزاء.
هنايا اصدقاء الاعزاء كيف ما كتشوفوا راني عاودت زديت في الزكت كسكسو ديالي كيف ما عرفتوا كيف ما شفتوا في الفيديو، راني عاودت في الزكتو وخليته يتشرب ليا الماء مزيان حتى برد، ودابا غادي نردو الكسكاس وغادي نرجع نديرو يتفور مره اخرى المره الاخيره كيف ما كتعرفوا. هنا كيف ما كتشوفوا اصدقائي الاعزاء راني بديت كان هذاك نحمر الدجاجه ديالي، انا مابغيتش نديرها في الفران فقلت غادي نقليها يعني بالزربه، لان يعني بغيت نصيفط واحد الطبيصل كيف ما قلت لكم في الاول، غادي نصاوب واحد الطبيصل لواحد الجار عندنا يعني عايش بوحدو، فقلت غادي هذيك نصاوبو غير بالزربه باش نعطيه الراجل يديه. هنا كيف ما كتشوفوا الكسكسو ديالي من بعد ما فورتو كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما قلت لكم، يعني انتم كيفاش كتشوفوا كيجي طيب وغزال، يعني تشرب كيشرب الماء كيتنفخ وكيضعف الحجم ديالو. فكيف ما قلت لكم غادي نردو يتفور المره الاخيره، يعني كيتفور دغيا بالزربه خصوصا ملي كيكون باقي دافي يعني سخون هكا والماء طايب دغيا كيتفور. واخيرا اصدقائي هذا هو الكسكسو ديالي كيف ما كتشوفوا، من بعد ما فورتو وهذاك وساليت صافي كيف ما كتشوفوا الدجاجه راني قسمتها في النص، نص صيفطتو للجار والنص حطيتو لينا حنا باش نتغداو مع بعضياتنا يعني نهار العيد. فعيدكم مبارك سعيد والله يدخل عليكم بالصحه والعافيه وطول العمر، وباش ما تمنيتو اصدقائي الاعزاء شكرا لكم على المشاهده ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.